خاض الأهلي ميرانه الأول في تونس بمدينة سوسة تحضيرا لمباراة الاتحاد المنستيري التونسي، ويستضيف الاتحاد المنستيري الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات في ذهاب الدور 32 بدوري أبطال أفريقيا. وقبل انطلاق ميران الأهلي عقد المدير الفني مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن كافة الجوانب الخططية الخاصة بالمواجهة.